حجر. الصلاة على النبي، من ألذ أنواع الهوامير هذا ما شاء الله. هذا أبو عين، هذه باغة، وهذه لبيبة حقت كلاية. هذا الرز حقنا. يا سلام يا سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من قناة تركواسي. زي ما وعدتكم في الانستا كنت أتكلم وقتها عن موضوع إنه احنا هنسوي، سويت اقتراح إنه نسوي احنا رحلات جلب ولا رحلات جيجينج، وكان الاقتراح أكثر شيء على رحلات الجلب. فرجعنا اليوم إن شاء الله راح نصور لكم حلقة بإذن الله جميلة. احنا يوم تقريبا 12 قمر اليوم، هنشتغل إن شاء الله في الطين على النجار والأشياء الحلوة هذه اللي تعودنا احنا نصيدها ما شاء الله. معايا اليوم هنا هذا عزيز على قلبي صراحه الرجال، ايوه عتبان عليه مره انا ما طلع البحر تقريبا معايا. هذا من معزتك والله يا ابو يومي. الله يرفع قدرك. السلام عليكم، عندنا ضيف جديد اليوم هنا ان شاء الله. الله يرزقنا ان شاء الله بموسع فضله، وان شاء الله حلقه حلوه وننبسط فيها مع بعض باذن الله. طيب اليوم عندنا رصاصه هذه مقاس 3، خيط مقاس 90، عندنا هنا فلورو كاربون حق الجيجينج راح نستخدمه اليوم في الجلب. هذا مقاس 60 LB بس مره قوي ممتاز صراحه. نربطه ونسوي توصيله مع بعض، ننزل جلب مقاس سناره مقاس 0.3 ياباني نشتغل عليها. الله بيار صلاة تبارك الله. جار اللي ما شاء الله تبارك الله. صلاة على النبي. هذا ألذ أنواع الهوامير ما شاء الله تبارك الله. هذا اللي يجي بالطين، يجي بيروق الطين ما شاء الله. ممتاز جدا ما شاء الله. ما شاء الله. يعطيك العافية أبو يامن. يعطيك العافية. يا أبو يامن. ما شاء الله تبارك الله. إيش يا خوي؟ قال لي يا ابو نايف اخوك ما شاء الله تبارك الله. خلينا كذا شكله ياخذ العثر. هذا شغل حراري صح. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله الصلاة على النبي. ما شاء الله. ارفع مو خربان ها؟ هم يسمون السمك الصغير خربان. ما شاء الله تبارك الله. عليها سلام الصلاة على النبي. ما شاء الله تبارك الله. يلا بسم الله. اسماك الشعور طبعا. هذا عنده ضروس ما عنده اسنان. هي تمام خلاص ما شاء الله. دقت حلوه ما شاء الله. ابي ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. النبي ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. الله حجم ما شاء الله تبارك الله. الصلاة على النبي، من ألذ أنواع الهوامير هذا ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. هذا صيادية أبو يامن. إيش هذا؟ الله حجم. يلا بسم الله. الحين جاء حوت الليل. قاعد اشوف صغير حق ناجل هذا.
خمخم صغير هذا. ان شاء الله. راجل بس الله يا رب تقبل ان شاء الله تبارك. هذه ما ايوه ربخ مره ربخ 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 وجدها يا ري يوتا غريبة ترى ما ادري ايش هي اخاف انه قرش الطين هذا ولا قرش 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 شوف قرش هذا الطين هذا يجي معاك في قرش ايوه قرش ها طين قرش ها والله قرش كبير صراحة نفكه ونرجع بحر إن شاء الله نجارة ما شاء الله بسم الله ما شاء الله تبارك الله هذا الرز حقنا
يا سلام يا سلام يا سلام، والله النجارة هذه حالها ما شاء الله، مع احترامي لها أمور طبعا، ما شاء الله تبارك الله. عشان اليوم إن شاء الله بحري رز أبيض إن شاء الله، سمك معي. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، الله بالعافية يا عمي. الله يعافيك حبيبي. أحلى أحلى أكلة وأحلى عشرة. سلام يا سلام. هيا حبيبي تعال تعال يلا تعال سيب الخير. ما يبغى الحين جلد، الحين يبغى أكل. يلا. ولا الروس. بسم الله. أنا أسد أحسن واحد. ما شاء الله. ثاني هنا طايش. أقول شوية. يلا بالعافية إن شاء الله. طبعا بعد العشق انه لازم نسوي لنا براد شاهي، صح صح فيه ونروق نكمل تجريب ان شاء الله. الله يا رب ان شاء الله زينا فيها. هذه أم عتيق، البعض يسمونها صملق. شوف هذا من الضغط ماخذ التنسم، هذا مو لسانها، هذه المعدة حقتها طالع برا. ما شاء الله تبارك الله. يلا اللي بعده يا رب. هذه باغة، هذه لبيبة حقت كلايا. يلا نشوف ايش تطلع معانا. ويوم الاكل بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. اوه بيوم تعبنا اليوم الصلاة على النبي، طول عينه مرة كبيرة. المفاجأة ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله شو التوينة، الصلاة على النبي. ما شاء الله تبارك الله توين، ما شاء الله تبارك الله. شوف ضرب على ايش، ضرب على الكلاية الصغيرة احنا نسميها زرقان. ما شاء الله تبارك الله عجم، ما شاء الله تبارك الله، من ألذ أنواع الهوامير هذا اللي هو التوين هذا. ما شاء الله. كذا نهاية حلقتنا لهذا اليوم، لا تنسونا من دعمكم، نشوفكم إن شاء الله في حلقات ثانية. في أمان الله، مع السلامة.